طبعا الكوليسترول الدار كنقول. نعم الكوليسترول الاصل ديالو جاي من الجانب الغذائي. فيعني باش نعالجوا المشكل ديال الكوليسترول كاين هناك جوج ديال الركائز ولا جوج ديال القواعد اساسيه ورئيسيه اللي خصنا نعتمد عليها. كاين هناك الجانب الغذائي هذه النقطه الاولى، وكاين هناك الجانب الحركي وهذه النقطه الثانيه. فالناس لان المشكل بين الاسباب اللي هضرنا عليها في النصف الاول هو قله الحركه، قله النشاط، لان عدم الاستهلاك وعدم استعمال هذيك الكوليسترول اللي داخل الجسم ديالنا يؤدي الى تكاثر الدهنيات وتحولها، يعني حتى السكريات اللي تناخذها الى ما تحرقاش تتحول الى دهون تتحول الى كوليسترول. إذا الناس المرضى السكري خصهم يردوا البال بزاف. نعم نعم، لأن هم معرضين أكثر من غيرهم لارتفاع في نسبة الكوليسترول. ومن الآخر معرض أكثر أستاذ؟ هو التعرض لارتفاع في نسبة الكوليسترول. كاين بعض الأحيان كاين بعض الأمراض تؤدي إلى ارتفاع في نسبة الكوليسترول. منها مثلا؟ منها مثلا بعض المرض الأمراض التي تصيب الكلي. مثلا كاين واحد المرض سميتو لو سيندروم نيفروتيك، تيعطينا ارتفاع في الدهنيات بشكل عام، الكوليسترول والثلاثي الجليسيريد. ولكن هذه تتبقى يعني أمور اللي هي خاصة، أمور اللي هي دقيقة ما ندخلوش في تفاصيل. والناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي يقدر يكون مصاحب بالكوليسترول، يقدر يكون الكوليسترول هو السبب ديال ارتفاع الضغط الدموي، ويقدر يكون ما كاينش هناك علاقة. إذا ضروري خص يبقاو على اتصال أكيد أكيد ضروري ضروري. نعم ضروري ضروري من التحاليل. نعم بالتحاليل. وبغيت نشير لواحد النقطة أختي سعيدة اللي هي مهمة بشكل كبير. الناس خصهم يفهموا واحد المسألة، لأن للأسف يعني كثرت مجموعة ديال ما نقولش نصائح ولا مجموعة ديال الأفكار، المعلومات اللي هي معلومات بعض الأحيان اللي هي خطيئة. نعم أغلبية كتكون خطيئة. نعم، فيعني تنشوفوا على صفحات الإنترنت الآن. نعم. ولا بعض المجلات. نعم. يعني كيف تنقص 10 كيلو في 3 أيام إلى آخره، وكيفاش تهبط الكوليسترول فقط عن تناول عصير الحامض ولا ما عرف شي حاجة بحال هكا. فهذه كاين أوراق الزيتون اللي كيقول خرشوا أزير، يعني الغمغان. نعم. فما كاينش هناك يعني مسألة واحدة اللي يمكن تلقم لي بواحد الدور، يعني كاين هناك مجموعة. يعني أنا بعد الناس خصهم يفهموا راه ما كاينش وصفات، يعني كفانا من استعمال هذا المصطلح. واش عندك وصفه باش نضعف؟ واش عندك وصفه باش نغلط؟ واش عندك وصفه باش نقص في الكوليسترول؟ واش عندك وصفه باش نهبط السكر؟ يعني كفانا. نعم هذا خطا، هذا خطا. علاش ما كاينش هناك وصفه؟ راه الناس خصهم يفهموا هذه المساله. هذه راه ما كاينش وصفه، كاين هناك نمط عيش، كاين هناك نظام غذائي، كاين هناك تربيه غذائيه. نعم. فباش نقصوا من الكوليسترول ما كاينش هناك وصفه. نظام غذائي بالنسبه للكوليسترول اكيد اكيد ما كاينش هناك وصفه. يعني انا تتعصبني هذا المصطلح ديال الوصفه، من اجل ان الشخص عنده 5 غرام و6 غرام و7 غرام الكوليسترول، وما فيه وما باغي يبذل حتى شي مجهود، ما باغي يبذل حتى شي مجهود بدني ولا حركي، وما باغيش يبذل مجهود في النظام الغذائي ديالو، وتيقلب على وصفه يعني سحريه باش ينقص هذاك الكوليسترول. يعني كفانا تلاعب بالافكار، وكفانا تلاعب بهذا. نعم نعم. يعني خاصنا نكونوا شويه واقعيين، نكونوا شويه يعني نعطيو قيمة للنظام الغذائي ديالنا، ونعطيو قيمة كذلك للصحة ديالنا. لأن الصحة ديالنا لو أن ما يكونش عندنا واحد النظام الغذائي اللي هو يتماشى مع الصحة ديالنا، فأكيد من بعد غتكون هناك عواقب اللي هي خطيرة. فالعلاج الكوليسترول، حنا قلنا قبيلة بأن ما خصناش ندخلو أكثر من 300 ملي جرام الكوليسترول. هذه النقطة الأولى. اسمح لي أستاذ. نعم. بالعياش شي واحد النقطة مهمة. نعم. خصنا نذكروا بها بأن العلاج ديال الكوليسترول، يعني ملي تنقولوا العلاج ديال الكوليسترول، هل الكوليسترول كيتعالج غير فقط بالتغذية أم كيخصو أدوية؟ بجوج. نقدروا نعالجوه فقط عن طريق النظام الغذائي. تنسمع كل شيء تحدث على الاغذيه وكينساو الادويه. نعم. مش ضروريه، ماشي ضروريه الادويه. بعض الاحيان. نعم. تقدر تكون ضروريه، بعض الاحيان تقدر تكون ماشي ضروريه. لان تنهضر بطبيعه الحال دائما تنهضر على الكوليسترول الغذائي اللي جاي. نعم. الاصل ديالو جاي من نمط العيش. نمط العيش. فلان علاش تلقى ان السبب المباشر هو نمط العيش ديال الشخص، اسلوب ديال العيشه ديالو. نعم. فالادويه تتعطى ملي تيكون الشخص مثلا عنده نسبه الكوليسترول مرتفعه بشكل كبير، او لا الطبيب تيحس بان مثلا هذاك الشخص ما قادرش يدير واحد الحميه، او لا مثلا شخص اللي هو شخص مسن ما قادرش على الحركه، ضروري خصو ياخذ من اجل نقصان في الكوليسترول. ولكن. نعم. ممكن اننا نقصوا ملي تكون نسبه ما مرتفعاش بشكل كبير، ممكن نكتفي بالنظام الغذائي وكذلك الحركه. اذا كيفاش خصو يكون هذا النظام الغذائي؟ هذا النظام الغذائي
هذا النظام الغذائي بكل بساطة يعني خصنا ما ندخلوش كميات كبيرة من الكوليسترول. والأغذية الغنية بالكوليسترول هي تيجي في الرأس ديال اللائحة، تيجي المخ. إذن هذه الأغذية اللي خصنا نحيدو باش تكون الأمور واضحة، من الأفضل أن نبعدو عليها أثناء الإصابة بالكوليسترول. اللي عنده الكوليسترول مرتفع خصو يبعد على هذه الأغذية اللي غنذكرنا الآن. نعم، وهذه الأغذية تاع هذه الأغذية اللي غنذكر الآن هي لا تستهلك يعني بشكل يومي. يعني المخ مثلا ما تناولوش بشكل يومي، الكبد نفس الشيء، الكرعين نفس الشيء، الكرشه ولا الشكمبه نفس الشيء. يعني اللي كاين هناك الان اللي بغينا نهضروا على الاغذيه المسببه بشكل كبير للكوليسترول، كاين هناك المقليات في الزيت في الراس ديال اللائحه. مقليات في الزيت يعني علاش؟ لان المقلي اللي تنقليوه في الزيت هكا عادي بحال اللي في الحيط، بحال المواد الدنجال، الخيزو، القرعه، الحوت، اي حاجه مقليه في الزيت تطلع الكوليسترول. لان كاين فرق ما بين شكون اللي تحتوي على كوليسترول بزاف، نعم، وشكون اللي هو عمليا تيطلع الكوليسترول. حيت انا قلت لك المخ مثلا والكبده ولا الكرشه ولا الكرعين، هادو واش تيطلعوا ولا هما غنيين بالكوليسترول، ولكن واش المخ تنتناولوه بشكل يومي؟ ما تنتناولوش بشكل يومي. مرة ربما كاين بعض الناس اللي غيكونوا تيتناولوا المخ بشكل يومي، ولكن ما أو لا أسبوعي، ما داخلش في النظام الغذائي، ما داخلش في النظام الغذائي ديال المغاربة. ولكن نقدر بسهولة نلقاو شخص يتناول المقليات في زيت بشكل يومي. نقدروا نلقاو شخص يتناول الشحوم بشكل يومي، يعني هالي سوسيس هادي هادي. نقدروا نلقاو شخص مثلا تيتناول لي باتيسخي ولي بتي بان بشكل يومي. تيفطر بالخليع كل يوم. نعم، الخليع إذا كان في الزيت البلدية ماشي مشكل. نعم، إذا كان في الشحمة هنا فين كاين المشكل؟ لا في الشحمة هنا تنقلوا على الخليع. لا فهنا يعني داكشي علاش قلت انا كاين فرق ما بين الاغذيه الاكثر غنى بالكوليسترول واللي والاغذيه اللي هي عمليا تطلع الكوليسترول اكثر من حاجه اخرى. فهاد المقلي يعني الناس اللي تيعانيوا من ارتفاع في الكوليسترول، نعم، يبعدوا من المخ، من الكرعين، من الكرشه، من الكبده، يقللوا من استهلاك اللحوم. كيفاش يقللوا؟ مره او مرتين في الاسبوع بجميع انواع اللحوم الا السمك. الا السمك، نعم، يعني الغلميل، بقري، المعزيل، الدجاج، من الافضل يقلوا يعني مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع الاكثر، ويستهلكوا السمك ديالهم، يبعدوا بشكل نهائي على القلي في الزيت. نعم، بشكل نهائي تماما، يعني يبعدوا بشكل نهائي على لي غاتو، لي باتيسخي، لي بتي بان. علاش؟ لان فيهم كميات كبيره من الكوليسترول. حتى الاطعمه الجاهزه اللي كتبقى بحال مثلا لي سوسيس فيه كوليسترول بشكل كبير. علاش؟ لانه عباره عن شحوم. نفس الشيء بالنسبه للكفته، يعني فيها الشحوم. فممكن نبقى ناخذ مثلا بيضه مثلا في النهار او لا بيضه في يومين، ماشي مشكل. الناس اللي تعانيو من الكوليسترول، علاش؟ لان حنا قلنا خصنا نجيبوا واحد الكميات اللي هي معقوله ديال الكوليسترول. هذه البيضه واش مسلوقه ولا كيف ما كانت؟ ماشي مشكل، ماشي مشكل، واخا تقلى من غير ما تقلاش في الزبده مثلا، ما خصهاش تكون في الزبده بطبيعه الحال، يعني الزبده تتحيد في هذه الحاله. من بعد كاين هناك الاغذيه اللي هي تتهبط الكوليسترول، منها مثلا الزيت البلديه. انا دائما صديق الزيت البلديه، انا تنحب الزيت البلديه، ديرنا شويه ديال الشوكولا، ديرنا شويه. انا احب الزيت البلديه. يعني بالنسبه للزيت البلديه يعني هي تتهبط الكوليسترول. كاين هناك كذلك كل ما هي الياف غذائيه. يعني الناس مثلا اللي عندهم الكوليسترول طالع يديروا الخبز الشعير، هو افضل من الخبز الكامل. الخبز الشعير غيهبط الكوليسترول. يتناولوا على الاقل، يعني على الاقل خصهم في اليوم ما بين 400 حتى 500 غرام ديال الخضر ما طيباش. نعم، الخس، الخيار، خيزو، ليشو، نعم، باربا، خيزو. يعني هذه كلها أغذية هي غنية بالألياف الغذائية، هي تساعد على التخلص من الكوليسترول من الجسم ديال الإنسان. ومن الأفضل تخذ دائما قبل الوجبة، قبل الوجبة، نعم، يعني بحال لونتخي. نعم، شلاضة مثلا ياخذوها كطبق. نعم، الآن الوقت ديال التفاح. التفاح يحتوي على البيكتين اللي هي نوع من الألياف الغذائية المهمة التي تتنقص من نسبة الكوليسترول في اليوم. يعني ممكن الناس يتناولوا ثلاثة حتى الأربعة ديال التفاحات في اليوم قبل الأكل. ماشي نعم، بطبيعة الحال قبل الأكل دائما. نعم، فتبان لهذا النظام هذا. الألياف الغذائية جاية من الخبز، الألياف الغذائية جاية من الخضر، الألياف الغذائية جاية من الفواكه بالإضافة إلى القطاني، فغادي نهبطوا الكوليسترول. هذه هي الأغذية اللي تتهبط الكوليسترول. يعني لاحظ أختي، يعني الناس الكوليسترول ياخذوا القطاني، خاصهم ياخذوا القطاني. فهنا ما تحدثناش على وصفة، لا، تحدثنا على برنامج غذائي، نظام غذائي خاص الشخص يتبعه في الأسبوع. بالإضافة لهذا، ضروري على المصاب بالكوليسترول ضروري القيام بالحركه. وهنا القيام بالحركه نقطه اللي خصنا نردوا لها بشكل كبير. لان يعني القيام بالحركه، احنا الان باغيين نحيدوا الشحوم، باغيين نحيدوا الكوليسترول، فخص الشخص يقوم مجهود حركي تتجاوز 30 دقيقه.